السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ النهاردة من غير ميكروفون فمش عارف بقى الصوت هيبقى عامل ازاي، بس حبيت ابلغكم بالخبر الجميل اللي اعلنه النهاردة وزير الهجرة، كنت هقول رئيس وزراء كندا، وزير الهجرة الكندي السيد احمد حسين. انا كنت من تقريبا من سنة من وقت ده كان اعلن برضو وقتها انه كندا ما بتتخلاش عن المهاجرين او ما بتتخلاش عن فكرة المهاجرين، وانه البرنامج ده مستمر وان هم بيدوروا على الهدف بتاعهم مليون مهاجر خلال الثلاث سنين اللي هي كانت 18 19 20، وكان وقتها قال 330 الف باين تقريبا في كل سنة عشان يوصل للمليون سنة في الثلاث سنين. ده المعلومات كانت السنة اللي فاتت. النهاردة أعلن السيد أحمد حسين أنه كندا ما زالت مستمرة على البرنامج ده، وبالعكس زادت سنة كمان، فاحنا بنتكلم دلوقتي على 2022، وزودت الرقم في السنة من 310 هي كان الأفرج بتاعها إلى 350 ألف مهاجر. الرقم كبير، 350 ألف مهاجر تقريبا 1% من عدد من تعداد سكان كندا. فال يعني اللي حابب، اللي في دماغه الهجرة، اللي بيفكر فعلا جديا، ياريت يستغل الوضع وياريت يبدأ فعلا يشوف الموضوع ده ايه، ويدخل على الموقع الرئيسي بتاع وزارة الهجرة cic.gc.ca، يعني يحاول يفهم الموضوع ازاي، ولو يقدم، لو هو في دماغه يقدم ياريت يقدم دلوقتي. اللي مش عارف الحكاية انا بتكلم عن ايه، واللي هو ايه كندا واقدر اعمل ايه بالظبط، يشوف المقطع اللي انا هحطه لكم فوق دلوقتي، اللي بيتكلم عن اول خطوة لازم يعملها كل واحد بفكر في الانتقال الى كندا. حبينا بس نزف الخبر الجميل ده ليكو. انا من قدام الجامعة هنا، ده احدى المباني بتاعت الجامعة، ده موقف البساط الرئيسي اللي في الجامعة. اللي ما اشتركش يا ريت يشترك وفعل الجرس الجميل علشان تجي لك التنبيهات اول باول. دلوقتي في خدمات كثيره اليوتيوب ضيفها، بتروح بس للناس اللي هم مشتركين ومفعلين الجرس، فيعني يا ريت تشترك وتفعل الجرس، واذا عجبك المحتوى لايك وشير، وفي امان الله.